يا رب حضراتكم مره اخرى اتكلمنا مع الكابتن عبد الحميد حسن عن المنتخب المصري. طبعا عايزين نعرف المنتخب المغربي هيلعب ازاي قدامنا، ايه نقاط قوته ايه نقاط ضعفه. هذه الفقره الممتعه كالعاده مع كريم سعيد وامير عبد الحليم. يا كريم صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل يا كيمو، صباح الفل كل مشاهدي القناه الاولى والقناه الفضائيه، والف مليون مبروك لينا والله كلنا ان احنا وصلنا لهذا الدور وهذه المباراه. الحمد لله. امير مشرف ومنور كالعاده. شكرا يا كيمو، انا الشرف لي ان انا ابقى معاك ومعاك كريم، والف مبروك طبعا ليك والكريم ولكل المشاهدين. الحمد لله. طيب امير، منتخب مصر قدام المنتخب المغربي بعد اللي حصل مع كوت ديفوار، بيننا داخلين المواجهه دي متفائلين حقيقي، يعني مواجهه كوت ديفوار كنا متفائلين بمنطق انه اللعيبه ان شاء الله تطلع رجاله، الروح تبقى زايده، وده اللي حصل بالفعل. دلوقتي انت بقيت بتتكلم فنيا وعلى مستوى الروح والاداء، انت بقيت متفائل قدام المنتخب المغربي القوي جدا. ومش بس عشان اللعيبه كانت رجاله كريم، لان احنا اصلا كمان نزلنا بتشكيل كويس جدا. أيوة. وكنا فنيا افضل بكتير من الماتشات اللي فاتت. صح. بص احنا كمصريين اعتقد اغلب الناس هتتفق معايا بنبقى متفائلين اكتر في الماتشات الكبيره. صح. انا بصراحه بخاف من السودان وغينيا بيساو، ما خافش من كوت ديفوار والمغرب. صح. او بخاف منهم، بس ببقى عارف ان زي ما كنا كان نتكلم الحلقه اللي فاتت قبل الماتش ان 50-50. انت عارف ان في حماس، انت عارف ان في رغبه في الفوز اكبر وتركيز اكبر بكتير من مواجهه المنتخبات الصغيره. ضد كوت ديفوار الحقيقه يعني احنا دايما كنا بنعلق على ايه؟ على خط الوسط. احنا ما كناش بنعلق على خط دفاعنا ولا كنا بنعلق على خط هجومنا. احنا خط هجومنا كان بيروح بفرص كتيره بس عنده مشكله في الفينيشنج ولسه مستمره لحد دلوقتي. واكبر دليل على كده ان احنا ماتش كوت ديفوار لحد الدقيقه 120 بيجي لك في كورستين سهلين جدا وبيضيعوا. وكان ممكن تخلص الماتش. طيب خط الدفاع انا بصراحه شايف ان كروش لو ليه ميزه مع منتخب مصر هتبقى ان احنا خط دفاعنا بقى سوليد حتى في غياب الونش محمد عبد المنعم. الحقيقه انا بالنسبه لي توفيق كمان عمر كمان عبد الواحد عامل اداء رائع جدا. فبالنسبه لي انت كمان مش بس الاساسيين، لا اللي على الدكه بصراحه لما بينزلوا بيادوا نفس الاداء، بيادوا بنفس الكواليتي. خط الوسط هو اللي كان عندنا فيه مشكله. ليه؟ لان احنا دايما كنا بنتكلم ان في لا مركزيه عندنا في خط الوسط. ممكن تلاقي عبد الله السعيد رقم 6، وممكن تلاقي النني رقم 8، وممكن تلاقي السولية في مواقف 6 وفي مواقف 8. فاحنا دايما كنا بنقعد نقول طب ما عبد الله السعيد ازاي رقم 6؟ ما هو اكيد طبعا عدد مرات استرجعنا للكوره والحده وان اللعيبه تبقى اجريسيف في التعامل مع المواقف الدفاعيه اكيد طبعا هتبقى اقل بكتير من ان لو كان مثلا موجود طارق حامد او لو موجود حمدي فتحي او لو موجود النني في مركزه، لان بصراحه ما كناش بنشوف النني رقم 6 اللي هو مركزه الطبيعي مع ارسنال. ضد كوت ديفوار الراجل اشرق حمدي فتحي، فبقينا شايفين ان النني لما بيلعب 6 منطقي جدا ان هو بيأدي بشكل جيد، حمدي فتحي لما بيبدل معاه بيرجع هو رقم 6 وبيروح النني رقم 8 بنلاقي ان حمدي فتحي بيأدي بشكل كويس، ومعاهم طبعا السوليه اللي احنا عارفين ان هو برده مميز ك6 و8. فبقت اللامركزيه في خط الوسط قادره ان هي تتعامل مع قوه خط وسط كوت ديفوار. وطبعا دور مصطفى محمد الكبير جدا وان كان غير موفق هجوميا، لكن بصراحه انا شايف ان هو لاعب دور كبير جدا في الضغط على ميشيل سيري، ان هو ما حسيناش بيه تماما. فالحمد لله يعني خط الوسط عندنا وترجمه تظبيط خط الوسط ده كلامك يعني انه محمد النني كمان كان افضل لاعب في المباراه. بالزبط. طيب كريم الصوره اتغيرت، يعني احنا بنتكلم في دور اول تقريبا كلنا عندنا تحفظات على لاعب وعلى تشكيل وعلى طريقه. الصوره اتغيرت بشكل كبير جدا في مباراه كوت ديفوار، اتغيرت ليه؟ قبل ما اجاوب على سؤالك خليني اكمل حاله التفاؤل واقول لك معلومه، يعني تبص التفاؤل الى اقصى درجه، ممكن درجه تصل الى 100%. خروج تونس من دور الثمانيه قدام بوركينا فاسو هو المره الثالثه اللي يحصل في كاس الامم الافريقيه. كل ما بوركينا فاسو بتخرج تونس من دور الثمانيه في اي نسخه من نسخ الكان مصر بتوصل للفاينل. 98 بوركينا فاسو خرجت تونس من دور الثمانيه ولعبونا في السيمي فاينل واحنا لعبنا فاينل. في 2017 بوركينا فاسو خرجت تونس من دور الثمانيه وصعدوا ولعبونا السيمي فاينل واحنا وصلنا للفاينل. السنه دي بوركينا فاسو بتخرج تونس من دور الثمانيه، مش دور ال 16، دور الثمانيه. وبس هم مش هيلعبوا، هم مش في طريقنا. ربنا يستر. بس كنت هقول لك هم مش في طريقنا، هم مش في طريقنا. ولكن في كل نسخه بوركينا فاسو خرجت تونس طبعا مصر توصل للماتش. حلوه حلوه النهارده دي، عظيمه مباراه نهائيه. وطبعا النهارده لك المنتخب التونسي النهارده عملوا مباراه محترمه، مباراه نيجيريا كمان اكتر من النهارده كمان بوركينا كانوا افضل. اجاوب على سؤالك ليه احنا ظهرنا بالشكل ده قدام كوت ديفوار في وجهه نظري الشخصيه لسببين. السبب الاول
هو ان احنا احترمنا قدراتنا وعرفنا ان احنا فعلا عندنا بعض القصور وبعض المشاكل، فبدانا مباراه كوت ديفوار باقصى حذر ممكن. صح. احنا كنا حذرين جدا وفضلنا لغايه السابق الثاني اللي انا هقوله بعد شويه متحفظين في الدفاع وما بنخاطرش خالص في الهجوم. العامل الثاني اللي خلى منتخب مصر تفوق فنيا داخل الملعب هو اصابه فرانكيسي. اصابه فرانكيسي في الدقيقه اعتقد 28 من الشوط الاول خفف لنا تماما مساله نص الملعب. احنا فعلا قبل ما كيسي يخرج من الملعب كان ضغطنا وكان بيضغط علينا بطول يعني في نص ملعبنا زي بالظبط الطريقه اللي شرحناها هنا في الاستوديو. فرانكيسي لما انت خرجته مين اللي نزل بداله؟ سيري دي طبعا لعيب خبره وعظيم كل حاجه لكن 37 سنه. 37 سنه لعب اكتر من اعتقد ساعه وشويه قدام منتخب مصر اللي اوريدي عنده خط وسط افضل. سيري لعيب كويس لكن ما كانش يقدر يشيل نص ملعب لوحده بعد خروج كيسي. فسيري دي لما نزل وجدنا سيري دي قعد يلعب لغايه نص الشوط الثاني وخلاص بعد كده ما اعتقدش بقى عنده القدره البدنيه ان هو يكمل للاكس تايم. الوحيد فعلا اللي هيسبب لنا مشاكل في وجهه نظري هو جرادال. جرادال كان ممتاز جدا جدا على الجبهه اليسرى. عمر كمال اعتقد ان هو فشل في يعني محاولات هجوميه كتيره في الوان تو وان قدامه. جرادال قدر فعلا يرقص، انا حسبت له المحاولات كان تم محاولات قدر يعمل فيهم 7 مراوغات فتعبنا منه بصراحه. اعتقد ارتحنا كمان لما هو خرج ونزل زها، وزها كان نازل متنرفز ومتعصب ومشدود حتى على زمايله في الفريق. فانا اعتقد في عوامل كتير احنا غيرناها عن دور المجموعات خلتنا نظهر بالشكل ده، واهم حاجه فيها ان احنا فعلا كنا يعني بنلعب على قد قدراتنا، احنا مش يعني ايه مش فاتحين الملعب زي ما كنا بنعمل في الثلاث مباريات قدام نيجيريا، ما حطيناش لعيبه في مراكز غير مراكزها. اعتقد الاسلوب ده لو احنا كملنا بيه ان شاء الله باذن الله قدام المغرب النهارده، بقى مش هقول بكره، النهارده اعتقد هتبقى يعني فرصتنا في التاهل اكبر من المغرب. طيب المغرب بقى حكينا كتير يمكن على مصر، خلاص احنا بدينا نفهم هنعمل ايه. المغرب هي بالنسبه لنا هتفضل منافس ومنتخب رائع جدا، يعني تصفيات كاس العالم عاملين اداء رائع جدا، في كاس الامم الافريقيه عاملين اداء محترم جدا، شفنا امكانيات عظيمه للمنتخب المغربي. بس انت لو سالت اي حد في الشارع ايه رايك في المنتخب المغربي هيقول لك اشرف حكيمي ويسكت، بس باقي المنتخب كله رائع. كلمه معاك بعد المنتخب المغربي. فاكر الحلقه اللي كانت عن السنغال وقلت لك وقتها ان انا وانا بتفرج على القرعه عمال اقول يا رب بلاش المغرب. صح. انا بالنسبه لي المغرب هي اقوى منتخب حاليا في افريقيا، وكاس الامم الافريقيه هم بالنسبه لي برضه هم افضل منتخب. رغم ان هم دخلوا بشكوك كبيره جدا، يعني لحد دلوقتي لسه الجمهور المغربي عنده شكوك في وحيد حلوزيتش بسبب برضه استبعاد حكيم زياش، بسبب استبعاد نصير مزراوي، اسماء كانوا متوقعين ان هي تبقى موجوده. برضه في خط الوسط، توليفه خط الوسط ما بقاش موجود بالهنده وبصوفة والاحمدي، الاسماء صاحبه الخبره الكبيره اللي احنا متعودين عليها بقى في اسماء جديده. امرابط ما بيلعبش بشكل اساسي مع فيورنتينا. خط الوسط تحديدا هو اضعف حلقات او اضعف خطوط منتخب المغرب. احنا معانا حالات فممكن نعرضها واحنا بنتكلم بالظبط، بس احنا عايزين نقول ان منتخب المغرب، احنا كنا بنقول ان كوت ديفوار شبه السنغال، منتخب المغرب مش شبه بقى ولا كوت ديفوار ولا شبه السنغال. منتخب المغرب بيلعب بطريقه مختلفه خالص، بيلعب بطريقه 4-4-2، اعتماده مش على الوينجات خالص، ما عندوش سرعات على الوينجات. بص يا كيمو، هنبص هنلاقي دايما ان منتخب المغرب عنده كثافه عدديه في منطقه جزاء المنافس، ده ضد ملاوي. هنبص هنلاقي ان في 3 من منتخب المغرب ضد في منطقه جزاء ملاوي، اللي هم مين؟ اللي هم ايوب الكعبي اللي هو النصيري ومع سفيان بوفال اللي هو طبعا اهم لاعبي منتخب المغرب. نكمل في بقيه الحالات، 4 في منطقه الجزاء. نكمل بقيه الحالات، 5 في منطقة الجزاء. نكمل بقية الحالات، 7 في منطقة الجزاء. دايما عندهم كثافة في منطقة جزاء المنافس. ليه؟ هما بيلعبوا 4-4-2 بس دايما بيدوا المساحة لأشرف حكيمي ان هو ينطلق من ناحية اليمين والباك الشمال ينطلق
من ناحية الشمال. فطيب ده بيعمل لهم إيه؟ بيديهم المساحة إن يبقى في ثلاثة دايما موجودين في منطقة جزاء المنافس مع وجود سفيان مرابط بيحاول إن هو برضو يزيد مع الموجودين. فأنت دايما هتلاقي يا إما أربعة، طبعا برضو مع كامل الاحترام دي ملاوي مش منتخب مصر، بس دايما هتلاقي إن في موجود ثلاثة على الأقل جوه منطقة الجزاء. ده بيعمل إيه؟ بيخلي دايما إن الظهير مشتت، الباك بتاعك مشتت. فلما بيلاقي ان سفيان بوفال داخل فبيضطر ان هو يدخل معاه، فده بيفضي مساحة للباك علشان ينطلق ويلعب عرضية، سواء بقى اشرف حكيمي او سواء الباك الشمال. طيب نكمل برضو بقية الحالات اللي هتشرح اللي احنا بنقوله ده. معي. تمام. ده ضد ملاوي برضو. تمام. في التلاتة جوه منطقة الجزاء، ده الشكل اللي بيعتمد عليه منتخب المغرب دايما. ان دايما التلاتة دول ثابتين، بعيدا بقى عن فكرة الهجمات المرتدة او التحولات الهجومية السريعة، لا التلاتة دول دايما موجودين بالشكل ده. هنبص يا كريم هنلاقي ان الباك الشمال والباك اليمين بتوع ملاوي ضمين لجوه علشان يتحركوا مع الجناحين بتوع المغرب، ده بيفضي مساحة لأشرف حكيمي وآدم مسينة باك واتفورد ان هم يقدموا هم الزيادة على الوينجات، مش ان هم بيلعبوا بوينجين زي منتخب كوت ديفوار، مش بيلعبوا بجرادل ونيكلاس بيبي زي ما كنا شفنا ضد كوت ديفوار. نكمل. ده برضو بيشرح لك ازاي هم بيوزعوا اللعب. دايما هتلاقي ان هم بيروحوا ناحية اليمين او ناحية الشمال، في الوقت ده بتلاقي الباك اتفتح له خلاص مساحة علشان يبتدي خط الوسط يوزع له اللعب. الكرة دي في النهاية اتلعبت لحكيمي وحكيمي كان غير مراقب، بس انت برضو لو بصيت الناحية التانية هتلاقي ادم مسينا برضو غير مراقب، فدايما في مساحة للباكين ان هم يتحركوا بسرعتهم الكبيرة جدا ويقدموا الزيادة. بص برضو ده ضد الجابون. ايه اللي حاصل؟ ان هم مخلين دفاع الجابون منكمش جوه منطقه الجزاء، فبيفضوا مساحه دايما هتلاقي ان في حد ما بين قلبين الدفاع او حد ما بين قلب الدفاع والباك. دي الخريطه الحراريه بتاعتهم ضد ملاوي، بتشرح برضو ازاي هم بيهاجموا. وهتلاقي الحته الفاضيه دي هي دي الحته الفاضيه اللي ما فيهاش صانع العاب. هم مش بيعتمدوا على صانع العاب، هم بيعتمدوا على الهجوم من الوينجين، بس زي ما قلت لك من غير وينجات. فهتلاقي ان اكتر الاماكن اللي اتحركوا فيها الوينجين مع منطقه جزاء المنافس. طيب ايه بقى المشاكل الدفاعيه؟ احنا شفنا دلوقتي خلاص الحالات الهجوميه بتاعتهم. ايه بقى المشاكل الدفاعيه؟ مشاكل الدفاعيه الحتة الفاضية وراء أشرف حكيمي والحتة الفاضية وراء آدم مسينة. ودايما دايما ما بيقدروش ان هم يغطوا المساحة دي. ليه؟ لان زي ما احنا ما قلنا ان لعيبة خط الوسط عندهم ما عندهمش خبرة كبيرة. يعني سفيان مرابط بيلعب في فيورنتينا مش بيشارك بصفة اساسية، سليم املاح ما كانش اساسي اصلا قبل البطولة، لاعب ستاندر ليج، عمران لوزة ما عندوش خبرة، الوحيد الخبرة شوية في خط الوسط هو سفيان بوفال، وزي ما شفنا ان سفيان بوفال دوره هجومي اكتر، فدايما هتلاقي المساحة وراء الباكين هي اللي بتعمل كل الخطورة. نكمل. ضد غانا برضو ورا أشرف حكيمي هي المساحة اللي بتعمل ضد الخطورة. طيب ده بيعمل ايه؟ لما الكرة بتتلعب صح بيضطر واحد من قلبين الدفاع ان هو يخرج يقابل الوينج اللي معاه الكرة، فبيفضل المساحة بقى ان انت جوه منطقة الجزاء يبقى في عندك لاعب يقدر يستلم منه الكرة، يقدر يستلم من الوينج لو العرضية اتلعبت بشكل كويس. ضد غانا الموضوع برضو الكرر ورا أشرف حكيمي بنفس الطريقة، هي دي الخطورة اللي تقدر ان انت تمثلها على منتخب المغرب. علشان كده انا بشوف ان منتخب المغرب مختلف تماما عن كوت ديفوار. منتخب المغرب منتخب بيحب ان الكرة تبقى في رجله، لان هو ما عندوش السرعات اللي كانت عنده كوت ديفوار ان هو يعمل تحولات هجومية سريعة. لا بالعكس، انت دايما هتلاقي ان الكرة في رجله. المهم انت ازاي تقدر ان انت بقى تتحول انت بسرعه، تعمل ترانزيشن بسرعه، ان انت تستغل المساحات ورا الباكين. صحيح. ومع ارضيه ملعب افضل من اللي احنا شفناها في جابوما، اعتقد ان منتخب مصر يقدر يعمل ده كويس، لانه هيقدر يحتفظ بالكره في الترانزيشن ان هو يقدر يلعبها سريعا. لان بصراحه احنا شفنا كام كوره ضد كوت ديفوار من مصطفى محمد مثلا كانت بتبقى لمحمد صلاح بتروح بشكل غريب. فان شاء الله يعني نقدر نستغل ان شاء الله. طيب هسأل كريم سعيد عن أيضا نقاط القوة والضعف في المنتخب المغربي، إزاي نقدر نستغل نقاط ضعفهم وإزاي كمان نتجنب نقاط قوتهم. بعد هذا الفاصل خليكم معنا.
هي على بحضراتكم مرة أخرى. كريم المغرب بقى نتعامل معاه إزاي؟ شوف هو طبعا منتخب مغربي من ساعة بداية البطولة ربما بيلجأ ل 4 4 2 أو 4 4 1 1 قدام منافسين ما أعتقدش هم من نوعية منتخب مصر أو تونس أو نيجيريا أو السنغال. ال 4 4 2 أكيد بتديله مساحة هجومية كبيرة جدا وبتديله أفضلية على المنافس. ليه؟ إن هو أوريدي أول ال 4 4 2 بتتلعب في الشق الهجومي تحول لكام؟ ل 2 4 4. انت حتى لو بصيت هتلاقي ان اشرف حكيمي لما بيطير للامام هو بياخد الجناح الهجومي ولوزا بيخش جوه جنب المهاجمين، ونفس الامر على الناحيه الثانيه عند ماسينا وعند بوفال. طيب قدام ملاوي انت تقدر تلعب. انا اشك تماما ان خليل زيتش يتجرأ وينزل بكره قدامنا ب 4 4 2. اشك على المستوى الشخصي ان هو يلعب بيه ايوب الكعبي ونصيري في الخط الامامي كاثنين رؤوس حربه صراح، لان ده بصراحه هيبقى في وجهه نظري انتحار فني. ليه؟ لان انت عارف ان ايوب الكعبي، احنا طبعا ايوب احنا عارفينه ومتابعين اسلوب لعبه مع نادي الوداد، اي اثنين يعني رؤوس حربه صعب جدا جدا تطلب منهم ان هم يردوا للدفاع. اكيد بوفال ولوزا بيردوا وبيساعدوا اشرف حكيمي، وطبعا اكيد ومسينا، واكيد طبعا الجبهه اليسرى للمغرب اللي هتبقى اليمنى لينا تبقى افضل لنا للهجوم عن الهجوم على الجبهه اليسرى للجبهه اليمنى للمغرب من هي الناحيه اليسرى بالنسبه لنا. احنا ما نهاجمش على اشرف حكيمي لان اشرف سرعه ارتداده من الهجوم للدفاع خارقه خارقه بصراحه. على فكره انت وانت بتتكلم فتحت كده موقع مغربي، مواقع مغربيه النهارده كلها بتتكلم النهارده ان ايوب الكعبي غالبا مش هيبدا المباراه. بص انتحار يعني بكره انا بقول لك ده في وجهه نظر شخصيه. هو السؤال هنا يا كريم هو ماشي، هو ممكن ايوب الكعبي ما يبداش، بس هم عندهم برضو داهيه ثانيه اسمها مايه. مايه ده كان هداف التصفيات كاس العالم. فهو مايه كان غايب طول البطوله ولسه راجع الماتش اللي فات، فايوب الكعبي الماتش اللي فات كان سيء جدا جدا. فمايه نزل مكانه الشوط الثاني. فهو لو ايوب الكعبي ما شاركش ممكن يلعب مايه. لا بس انا ما بتكلمش على اسماء. اول ما بتكلم على اسماء دلوقتي بتكلم على الفورميشن نفسها، على الطريقه. انا هلعب بايه؟ ايه الشكل اللي انا هلعب بيه؟ بلاعب منتخب مصر، بلاعب تونس، بلاعب السنغال، بلاعب الجزائر، بلاعب نيجيريا. في وجهه نظري يجب ان هو الطبيعي ان هو او المتوقع ان هو هيلاعبنا ب 4 2 3 1 او 4 5 1. مشكله المغرب في البطوله دي ما عندهمش بلاي ميكر. مفيش بلاي ميكر بسبب عدم انضمام زياش. زياش اصلا هو اللي كان بيعمل الدور ده، سواء ان هو حتى لو بدا على الطرف هو بيخش الملعب ويعمل دور صانع لعب. انت استبعدت زياش لاسباب انضباطيه مش اسباب فنيه. ومن وجهه نظر خليل زيتش ان عدم وجود زياش بيعمل له انضباط في اوضه اللبس. طيب انا وجهه نظري خلينا نتكلم بالارقام عشان تبقى الارقام واضحه. يلا المنتخب المغربي من الثلاث جبهات بنتكلم اليسرى والعمق والجانب الايمن دي النسب اللي بيهاجم بيها. 33% من هجماته من الجانب الايسر. 25% من هجماته من العمق. 42% من هجماته من الجبهه اليوم اشرف حكيم. وبالتالي يبقى الاطراف بتاعه المنتخب المغربي بتمثل 3 ارباع 75% من هجمات المنتخب المغربي بتيجي من على الاطراف، ما بتجيش من العمق. وده طبيعي ونتيجه طبيعيه لطريقه 4-4-2 اللي انت كل اللي عايز تعمله انك عايز تطير الاثنين فول باكس بتوعك عشان يعملوا الكروسات. وبالتالي لما نيجي نبص على عدد الكرات العرضيه اللي تم لعبها في مباراه ملاوي، دي الصوره اللي انت بتتكلم عليها دي الصوره الاولى. الصوره اللي بعديها لما نجيب بقى اللي هي بتاعه الباسز المكتوب عليها باسز ونبص على الكرات العرضيه تم ارسالها في مباراه ملاوي 30 كره عرضيه. لا دي الاتمت، دي المحاولات. في صوره ثانيه مكتوب عليها باس بالظبط كده. 30 كره عرضيه في مباراه واحده، رقم كبير جدا 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 يتعمل من الفريق في مباراه واحده. لكن انت تخيل يا كريم 55 تمريره للمنتخب المغربي مقابل 185 تمريره لمنتخب ملاوي. طبعا وضع في الاعتبار ان ملاوي لما جابت الهدف المبكر هوب كله رجع زون ديفنس عشان يحافظ على الهدف. وبالتالي انا مش عايز اخد ماتش ملاوي ك يعني اكزامبل او ككوبي وبيست ان هو هيحصل قدامنا. لا انا اشك، انا اعتقد ان هو هيشيل واحد من الاثنين اللي قدامه، هيكمل بنصيري، هيشيل ايوب الكعبي، ممكن يشيل نصيري ماشي بشكل كويس من بدايه البطوله، هيشيله ويحط لنا واحد في نص الملعب عشان يرتد مع الثلاثي المتوقع لعبه في
نص ملعب منتخب مصر. وبالتالي انا شايف ان احنا افضل حاجه محتاجين نعملها ان احنا نكمل زي ما قلت لك في البدايه زي ما عملنا مع كوت ديفوار. التراب، المصيده، ايه المصيده؟ ما تهاجمش، سيب الكوره للمغرب زي ما في البدايه سيبنا الكوره لكوت ديفوار وسيبهم هم يطلعوا وسيبهم يخرجوا من منطقه الجزاء وما تلعبش معاهم على الاستحواذ. لو لعبنا على الاستحواذ احنا 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 اللي هنتعب، هم مش هيتعبوا. انا في وجهه نظري احنا ما زلنا يعني ايه بنخطو خطواتنا في البطوله. اول ماتش حلو نلعبه هو ماتش كوت ديفوار، فبالتالي كل ما انت بتحافظ على مجهودك في بدايه المباراه كنت بتكمل وضع في الاعتبار. طبعا طبعا تاني ان احنا استفدنا من اصابه فرانك سي زي ما قلت في منتصف الشوط الاول. فانا وجهه نظري احنا محتاجين نكمل بالسيستم بتاعنا، بس عندنا ازمتين. الازمه الاولى تتلخص في اصابه محمد الشناوي، وبالتالي انت هتنزل محمد ابو جبل، وبالتالي محمد ابو جبل هياخد التجربه من بدايه المباراه فان شاء الله يبقى في الموعد. الازمه الثانيه عندك انت اكد غياب حمدي فتحي، فبالتالي اتمنى اتمنى ميبقاش في اي اختراعات في التبديل. نزل زيزو وريح دماغك، بلاش اي بلاش. انا اسف بين كوتيشن، زيزو زيزو شمال 8 ولا يمين 8؟ والله 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 ما هتفرق. كل ده مش ملاحظ، انت مش ملاحظ ان احنا بقالنا 3 ماتشات كريم كل قبل يقول له نزل زيزو ما ينزلهوش، نزل زيزو ما ينزلهوش. يعني اصل مين البديل يا امير بالعادي؟ بص هو قدامك حلين غير زيزو، مين بس قولهم ده عشان مش هدي اسمه معانا. مين اللي قدامنا؟ عبد الله. ومين؟ اتفضل. مهند لشين. انا شايف ان مهند لشين يبدا المباراه افضل من زيزو. ماشي، ليه بقى ده رايي؟ ليه؟ طب قول رايك. انت تعرف انت تعرف ان مهند لشين كان سيء الحظ جدا ضد كوت ديفوار. ليه؟ زيزو كان اول واحد ابتدى يسخن، كان هينزل مكان مصطفى محمد بعد ما مصطفى محمد على طول ضيع البينيه اللي كانت رايحه لمحمد صلاح الانفراد. كان خلاص زيزو لبس ونازل. تمام. في اللحظه دي حمدي فتحي اتصاب. تمام. تمام. المفترض ان مهند لشين كان هيبقى هو التغيير الثاني بعدها على طول، كان هيبقى في تغيير في نص الملعب. فلما حمدي فتحي اتصاب بقى مضطر كروش ان هو ينزل حد بسرعه، مش هنلعب ب 10 لعيبه. تمام. فراح منزل زيزو، فزيزو نزل في نص الملعب. لكن زيزو مش هيبدا في نص خلاص، هو يا كريم واضح خلاص، احنا في كل الماتشات اللي فاتت واضح الراجل مش باصص لزيزو تماما تماما كلاعب في نص الملعب في الحته دي، مش باصص له ان هو هيبتدي بيه. فهو بالعكس انا اللي انا شفته من متابعتي للتحركات، وان بعد كده بقى محمد الشناوي اتصاب، فلما محمد الشناوي اتصاب برده مهند لاشين ما نزلش، راح منزل ابو جبل، فمصطفى محمد طول في الملعب، فلما مصطفى محمد خرج نزل محمد شريف، فمهند لاشين كان سيء الحظ في كده. انا تصوري من اللي انا شفته ومن اللي انا بشوف الراجل ازاي بيحرك لعبته ومين يعمل الاحماء الاول، ان هو هيفكر اول تفكير في مهند لاشين ان هو يلعب ناحيه الشمال، مش هيغير التوليفه بتاعه السوليه على اليمين دي. تمام. طيب. انا في وجهه نظري الشخصيه كان في مساحه للنقاش ده واحنا بنتكلم في ماتش كوت ديفوار، لان كان حمدي فتحي اوبشن معاك. دلوقتي حمدي فتحي مش اوبشن معاك اصلا، مش خيار متاح ليك، وبالتالي انا في وجهه نظري انت مجبر على تغيير زيزو، لان زيزو انت محتاج تاني تخليه ياخد ادوار دفاعيه ورا محمد صلاح. وهنا بقى نروح للحته اللي انا اصلا امانه النقطه عايز اتكلم فيها في المباراه دي. عمر كعبد الواحد بيقدم مباريات جيده وانا معجب بيه جدا، ولكن عندنا ازمه كبيره، وهي ان عمر كمال لما بيلعب عليه جناح مهاري في مواقف واحد على واحد بيخسر 90% من المواجهات اللي قدام جناح مهاري. مش جناح دريبلر. لو جناح دريبلر سريع يكسبها. يعني مثلا احمد فتوح كان ذكي للغايه وكان محظوظ برضه في ماتش كوت ديفوار انه خلى بيبي اصلا مش حريف، زي ما قلت مش حريف، جرادال هو اللي حريف. بيبي بياخد الكره ويفتح سبرنت ويجري. فتوح كان ذكي قال له خلاص يلا بينا نخلي كل الثنائيات اللي ما بيننا سباق سرعه، زق الكره يا باشا وحط جسمك وانا هحط كتفي، اول ما تيجي انت عايز تهوب تستحوذ على الكوره في الحته المهمه هحط جسمي قدام. حتى انت هتعمل حاجتين، لا هتسيب الكوره لا هتزقني وانا اخد الفاول. طيب عمر كمال على الناحيه الثانيه جرادال مش لعيب سريع، لعيب حريف مهاري. نفس الامر ده هو هيواجهه بكره مع مين يا استاذ امير؟ مع سفيان بوفال. سفيان بوفال لعيب حريف مهاري ومسينا الى حد ما عنده شوب. لعبت المغرب كلها الامانه، الفرقه كلها عدت جون نسيب بونو حريف، لان هم مغاربه كده. المغاربه عاملين زي البرازيليين بيلعبوا كوره على البلاج، وناس متعوده على الكوره في الشارع. فبالتالي لازم تخلي، لا احنا بقى لازم نخلي بالنا ان عمر ما يتحطش في هذا الكم من المواقف اللي واحد على واحد.
لان كل خلينا نتكلم بامانه انا مش هقدر خلال 48 ساعه اعلمك ازاي توقف الكوره من قدام واحد حريف، مش هقدر اعمل ده، يعني المهاره دي مش هقدر اكسبها لك في خلال 48 ساعه، لكن كل اللي اقدر اعمله ان انا اقدر اامنك انك ما تتحطش في الموقف ده كتير. النهارده وانت اتحطيت في الموقف ده كتير، بص يا جماعه النهارده اللي اتفرج على ماتش بوركينا فاسو زي فعلا قفلت على اجنحه تونس. كل جناح من تونس بيروح بالمباراه في الطرف بيلاقي فيه ثلاثه من لعيب بورجينا بيضغطوا عليه، فمهم جدا ان احنا ما نبيعش عمر لوحده بكره في مساله التغطيه مع الجناح، لان احنا عارفين محمد صلاح عنده ادوار هجوميه، فدايما هيجي نفس السؤال بنساله، مين اللي هيغطي؟ ساعات النني بيعملها، ساعات السوليه بيعملها، بس انا في وجهه نظري افضل واحد ممكن يعملها زيزو، واحنا دلوقتي محتاجينها ليه؟ عشان نفتكره تاني، بكره سفيان بوفال هيلعب على عمر كمال كتير جدا وهيحاولوا ان هم يحطوه في مواجهه واحد على واحد، لان اي تحليل اداء لماتش مصر وكوت ديفوار كانت ثغرتنا الكبرى في مركز الفول باك الايمن اللي بيشغله عمر كمال عبد الواحد. رايك ايه؟ عمر كمال عبد الواحد، حته عمر كمال عبد الواحد تحديدا. طيب هو هي الفكره كلها ان بوفال لما احنا نيجي نتفرج على ماتشات المغرب وزي ما شرحنا في الحالات مش هنلاقيه بيتحرك على الجناح. يعني عكس كوت ديفوار، يعني زي ما شرح كده كريم ازاي نيكلاس بيبي كان فتوح قادر يتعامل معاه، وازاي جرادل تعبنا شويه وبعد كده جه زاها مع عمر كمال عبد الواحد. لكن المشكله ان بوفال زي ما احنا كده شرحنا في الحالات هنلاقيه دايما جوه منطقه جزائنا، مش هنلاقيه بيتحرك على الجناح. الراجل الباك ليفت هو اللي هيبقى مع عمر بالظبط، ماسينا هو اللي هيبقى بيتحرك على الجناح. ففي الحاله دي يا اما عمر كمال عبد الواحد هيبقى مطلوب من قبل كارلوس كيروش ان هو يدخل العمق مع سفيان بوفال، او هيبقى بوفال بقى مفترض ان هو يبقى مهمه واحد من خط الوسط، ويبقى عمر كمال عبد الواحد هو اللي بيكمل مع ماسيا. بتتكلم اذا هم لعبوا 4-4-2، ما هو احنا دلوقتي بنتكلم على اللي احنا شفناه من المغرب طول البطوله، مش هيلعبوا. يعني برضو احنا مش هنقدر. انا اقول وانا بقول لك هيلعبوه. انا بص انا اقول لك على حاجه، وحيد حلوزيتش مدرب عنيد جدا جدا، انا ما اعتقدش ان هو ممكن يغير طريقه لعبه. واحد بيلعب بيها طول الوقت بالطريقه ديت مش هيغيرها قدام مصر. هو انتحار او مش انتحار، بس هو راجل عنيد يعني، حتى كمان مع ايام فترته وايام فترته مع الجزائر، نزعل ايام فترته مع الجزائر كان ايه دايما مشكلته مع اتحاد الجزائر كره القدم، ان هو راجل عنيد، ان هو دايما متشبت باللعيبه ودايما متشبت بطريقه لعبه. الله اعلم، هو ممكن في الاخر خالص فعلا عندك حق، ممكن بكره يفكر يعيد تفكيره، حد من المساعدين يقنعه ان لا ما ينفعش، وهنلاقي بسرعات محمد صلاح وعمر مرموش، فممكن يغير. بس احنا دلوقتي انا بقول لك بناء على اللي احنا عارفينه عنه وبناء على اللي احنا شفناه من المغرب ان سفيان بوفال هيبقى جوه منطقه الجزاء، فيبقى كده في حاله من الحالتين، ان كروش هيقول لعمر كمال عبد الواحد انت اللي هتتعامل مع سفيان بوفال مان تو مان، مش دفاع مساحه بقى، لا مان تو مان، هتفضل دايما مراقبه، يا اما هيسلمه لحد في خط الوسط. وده بقى ميزه 4-3-3، يعني فكره ان منتخب المغرب تلعب 4-4-2، فاحنا حلو قوي ان احنا نلعب 4-3-3، هي دي الخطه فعلا اللي تقدر تتعامل بيها مع كل خطوره 4-4-2. امير شرفت ونورت كالعاده، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. امين يا رب، الشرف ليا. كريم دايما بتسعدني وبفرح جدا بتواجدك معانا، اشكرك يا كريم. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله قدام المغرب، نعمل مباراه كبيره، نعمل مباراه محترمه، نفس الروح ونفس الحماس ونفس الاداء الفني الرائع اللي حصل في مباراه كوت ديفوار، نعمل كده قدام المغرب، ونفضل طول الوقت متجمعين، نفضل طول الوقت صوتنا واحد، نفضل طول الوقت فرحانين بمنتخبنا وبنشجع منتخبنا. اشوفكم يا رب على الف خير.